مؤسسة مثلا بشيء بخص الغذائيات او الاكل؟ لا اكيد لا، كنت اسمن هنا كثير معروفة مثلا مثل محاماة، مهندس، طبيب، يعني كنترول مع مكتب كثير حلو البرنامج. اي تسلم لي يا عمو. اولا لايف، بعدين في مصداقية وفي هيك بالضبط هذا الحكي بدنا نسمعه نحن. لا لو انت ذكية كمان. اي تسلم لي يا عمو، شكرا كثير لك. مرحبا عمو. مرحبا، كيفك؟ أهلين. تعرفني باسم حضرتك؟ دريد محمد. تشرفنا. عمو بدي أنا أعرف مهنتك من خلال أسئلتي، تمام؟ ما بدي أنت تحكي لي شو المهنة، لنشوف مين بيخسر عاد، أنا ولا أنت، تمام؟ أوكي. طيب لبلش هيك بأسئلة نفوت لأعرف، شغلك مكتبي ولا لا؟ ضمن مكتب يعني في مكتب؟ يعني كنترول مع مكتب. كنترول مع مكتب، طيب. هل هو ضمن شركة معينة أو مثلاً خاص فيك؟ الشركة خاص، أنا عندنا مؤسسة. طيب مؤسسة مثلاً بشيء بخص الغذائيات أو الأكل؟ لا أكيد لا، كنت أسمن. أوكي. طيب في شيء طيب بخص التدريس؟ كمان لا، بس في شيء اسمه تريننج مو تدريس. تمرين. طيب طيب هي مثلا مهنة كثير معروفة مثلا مثل محاماة، مهندس، طبيب؟ لا شيء أصعب من هيك؟ هي مهنة طبعا مهنة. ايه بس انه يعني مثل المهن المعروفة انه لا لا، التدريس والمحامين كذا مختصين لا. بالأرض، بس نحن السماء والأرض. صعبة شوي السماء والأرض. طيب هل فيها شيء هي بخص الأعمار؟ لا، تشمل كل العالم. شركة طيران؟ نعم. واو. شركة طيران. حضرتك تشتغل شركة طيران. اوكي. متقاعد. تمام، بس انه اشتغلت فيها لفترة كثير منيحة. روى خلص انا انبسطت اني عرفت. شو كان اسم شركة الطيران تشتغل فيها؟ طبعا سورية. تمام، تشرفنا عمو. كانت اهم وارقى شركة على المتوسط. مضبوط. اي والله. وأكاديمية. لحد الان لساتها محافظه على هذا الشيء. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تستعيد. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. شرفتني. بتكوني عليها كابتن. يي ان شاء الله. نورتنا هيك بالبرنامج. كثير حلو، كثير حلو البرنامج. يي تسلم لي يا عمو. اولا لايف، بعدين في مصداقيه وفي هيك بالضبط هذا الحكي بدنا نسمعه نحن. لا لو انت ذكيه كمان. يي تسلم لي يا عمو، شكرا كثير لك وعن جد نورتنا، شكرا كثير لك. نعم يلا.